في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 67 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، وككل سنة دار الثقافة مدينة زكريا الولايات ورقلة تنظم صالون للفنون التشكيلية في طبعته السابعة، أين كان مقررا مشاركة 26 ولاية، إلا أنه ولظروف خاصة استقبلنا 16 ولاية فقط بمختلف أعمال خاصة بفنانين تشكيليين لمدارس مختلفة، حيث يعني تناولت عدة مواضيع ومنها يعني لوحات خاصة بالثورة التحريرية. هذه التظاهرات فرصة لتلقيح الأفكار وتبادل التعليم والتعلم، المزيد من العمل بالنسبة للشباب، وكذلك المزيد من التعلم، حتى أي واحد مثلا عمل لوحة ما يقولش أنه راه فنان كبير ولا، وإنما يحاول دائما أنه يستفيد من غيره.